اليوم تسمى عقبة بيان نورمال، تسمى سهلونا عربية صباح ومام الإسلامية دوك ثاني العشية بيان عقبة بيان ثاني. إن شاء الله غدو يزيدو سهلونا شوي في المات برك وزيدو يرقلونا إن شاء الله. والله الأجواء اليوم كانت ملاحة، سوجي بتاع العربية كان شوية سهل، سوجي تاع الإسلامية شوي بازا بازا وبزاف على الفهم وذاك، تما سوجي شوية واعر على واحد متوسط والحمد لله اللي ما خدمنا وخلاص. ان شاء الله باقي الايامات يكونوا سجيات هايلين ويكونوا في المستوى تاع طالب المتوسط. اجواء واش راح نقول لك، ستريس سي نورمال، حنا لي بارون كيما لي كونديدا واش راح نقول لك، خدموا مساكن العام كامل هما يجريو العام كامل هما يجبدوا، ان شاء الله ربي يوفقهم كامل وتكون متعامل فرحه على كامل لي كونديدا. هذه انا اصلا استاذه وهذه التلميذه تاعي، ما شاء الله ربي يوفقها هي ثانية. أنا بنتي مازال ما خرجتش. واش من شعبة تقراو؟ علمية. مو سافا جو تخويك لي سوجي تي فاسيل. جيسبيغ كو تو موند افوار دو بون نوت. لو سوجي ديسلاميك ان بو موان، مي سيتي بيان. طالبة في عدي الصباح في ثانوية محمد قرواني شعبة علوم تجريبية، كان الموضوع تاع العربية، كاين موضوع جاني يعني شوية، الموضوع الثاني كان في المتناول يعني لي يقرا يدي، الإسلامية ثاني كان العبد لي يحفظ ممكن يدي جدا يعني أي عبد يقرا يدي. يبدو أنهم مطمنين يعني كالم سون كالم ومش قلقين يعني اللي حضروا وحتى الامتحانات اللي تجي في المستوى يعني بالنسبه للتلاميذ يشوفوا باللي نورمال برك. النصيحه اللي نقدمها، ما لازمش يسقسيو بزاف الاولاد، ما لازمش يسقسيو بزاف وما لازمش يخليوهم يحسوا باللي الباك هو كلش، فهمتني؟ الباك هو امتحان عادي وخلاص، امتحان عادي صح يعني ووسيله كيما للانتقال للجامعه، لكن مش هو كلش يعني، فهمتني؟ اسم الانسان قد ما يهتم بحاجه بزاف قد ما يقلق، والستريس ماشي مليح، اسم التلميذ كي كثروا عليه الوالدي الاولياء اسم يولي يتوتر. انا تسنيم من شعبه علم تجريبيه. المهم اليوم الاول كان صافا الحمد لله، عربيه كان صافا الحمد لله، شويه اسلاميه برك شغل عطاونا اسئله جوغ جايين بصفه مركبه، مي الحمد لله وفان الحوايج اللي قريناهم كامل طاحوا، ومام جوغ تعبنا ما راحش باطل سورتو في اليوم الاول. مع الاول كنت خلعانه، مي دوكا صافا الحمد لله تنحى لي كل شيء. اليوم الاول جسار مره اللي قرالو والله ما قالوش كيف كيف في زوج ساعه اللي فاهمه سوجي تاع اليوم عربيه واسلاميه فاهمه برك موش حفيظه سهل جدا، كون يكملوا سمعنا عليه هكذا وكل يجيبوا الباك. معاملتي عادية معاهم، ثم ما درت عليهم ضغط، ما مرسنا عليهم ضغط، ما خليناهم سمي باش يكتسبوا الخبرة تاعهم هذيك واش راهم عندهم. دونك كانت عاد دابري لاريكسون تاعهم قالوا لي باللي سما كان عادي، اختبار عادي بدون أي ضغط. مام صباح انا تعاملت مع معامله باللي راهو اختبار عادي، ما تتقلقوا ما تتحيروا، وكانه اختبار عادي. وريالمون سما هدرت دابري دوكا اللي كنت معاهم قالوا لي جانا اختبار عادي، سما رانا الحمد لله رانا بيان. كنصيحه خليهم العامل النفسي هو اللي ياثر تاثير سلبي كبيره، راني نقولها لك. شوف خليهم يتعاملوا معامله حسن نورمال، خليهم عادي ما تعاملش، خليهم شوف واش عندها القدرات تكتسبها، بس كون تكون عندها تاثير سلبي وتتقلق وتتحير راني نقول لك ما تخش يروح الى تركيز، والتركيز يضرها المعلومات.